اخوان. ايه ايه يا جابر؟ فين يا راجل؟ في ايه يا جابر؟ في ايه؟ ايه في ايه يا جابر؟ في ايه؟ ما عملتش حاجه يا ولد. ما عملتش حاجه. في ايه يا جابر؟ اوه يا جابر اوه يا اخوانا. في ايه؟ مين في كل الولد؟ وعلى امي مين؟ مش انا والله العظيم. الواد شلطة هو اللي بلغ عن امك. انا قلت له بلاش بس هو اللي ركب دماغه وعملها. انا ما عملتش حاجه من دماغي يا معلم جابر. ما عملتش حاجه من دماغي والله. اللي رجع لي معاك هو اللي كان عمال يزند الوز يزند الوز. بصراحه كده بقى كان عايز امك تسيب الشقه وتسيب المنطقه كلها. معقول يعني؟ كنت هقول لك عماله. اه يا كذاب يا نتن. انا يا ابني مش قلت لك لو عملتها جابر هيفرمك؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ آه ايوه قلتها يا معلم عفوا. ايوه قلتها بس من ورا قلبك. اه لكن اكيد من جواك كنت عايز اعمل كده. انا ما عملتش حاجه يا جابر. مش انا صدقني هو اللي عمل كده. بس منك بس الواد شلطه ده ننفخه وبعدين نفسيه وبعدين ننفخه تاني ونسيبه منفوخ والقهوه والدكان يتحرقوا وما يعتبوش في المنطقه تاني. عندناش وقت. تعالي نخلص منها ونرتاح. جابر اقول لك انا معلم ليك عليا ان انا اسيب المحل واسيب المنطقه كلها. واذا كان على صباح اشهد عليا ناس اشهد عليا كلكم. صباح طالق طالق مني بالثلاثه. خدها يا معلم جابر خدها اعمل بيها اللي انت عايزه. واذا عتبت المنطقه هنا تاني اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. يا دبلاوسي خزباله انت تبعد عن المنطقه دي خالص وما تعتبهاش تاني. لو جيت هنا تاني هشرحك. لا مش هاجي تاني يا حبيبي. يلا جور يلا. سيبه يا جابر سيبه يا معلم. عطوا عشرة سنين والعشرة ما تكونش في الأغلب من الحرام. سيبه بعد اللي عملوه في الكلام. أيوة يا بني ربنا هو اللي هيجازي على اللي عمله. وأنا تحت أمرك يا جابر تحت أمرك. لو عايز صباح هجوزها لك زي ما أنت عاوز. بس أبوس إيدك ارحمني يا جابر. اخلص اخلص. انا لو عليا اقطع لسانك اللي اتطاول على امي واقطع ايدك اللي مدتها على اختي. بس هسيبك عزني عشان الست الاصيله. يا واطي قليل الاصل. خلاص يا جابر سيبه بقى. ده شكله عملها على نفسه. الريحه فاحت يا عم. سيبه ما يستاهلش. يلا يا اخي. هايل مستر مصطفى هايل. انا هبلغ دون شامير اننا هنكون عنده الاسبوع اللي جاي. بس انا ليا شرط. حد من رجالتي بيسافر مع دولار. ايه؟ مش واثق فيها ولا ايه مستر نصار؟ لا ابدا. هي مش مساله ثقه. زياده في الاحتياط وزياده الخير في دين. مش كده ولا ايه؟ اوكي. مين اللي هيسافر؟ شومان. شومان؟ شومان ده دراع اليمين. انا ما بثقش في حد غير شومان. طب وجابر؟ مش برضه بتثق فيه مستر نصار؟ جابر ده ولد كويس ومخلص بس لسه جديد. ما عندوش الخبره اللي عند شومان. علشان كده انا سايبه للشغل المحلي. اوكي. احنا كده اتفقنا على كل حاجه. الطياره اللي هتطلع عليها الحاجه انا هحجز فيها تيكت لمستر شومان. وبالنسبه لك انت؟ انا ان شاء الله هسافر قبلكوا بيوم عشان اكون في انتظاركوا لما توصلوا. تمام. هتسلمني البضاعه امتى؟ قبل السفر برضه بيوم. فيري جود. وهنكون باتصال مع بعض لحد يوم السفر. انا مضطر استاذن. عندي مشاوير كثيره جدا لازم اخلصها. اوكي. اتفضل مستر نصر. شكرا.
جود باي مستر نيسان. جود باي يا دكتورة. يا شومان هتعاوني وجابر وحصلونا على المكتب بعد ساعة. ما تتأخرش. مع السلامة. اطلع بكير. سالي ايه الاخبار؟ كله تمام دون شمال. نصر هيكون عندك الاسبوع اللي جاي. هو شومان. شومان؟ انا مش عايز شومان، انا عايز الولد اللي اسمه جابر. اتصرفي اتصرفي وهتيجي جابر. مفهوم دون شمال. هيحصل دون شمال. ما ينفعش ما ينفعش يوم ما تعيش هنا خالص. ما ينفعش. ليه يا ابني ما ينفعش عايش هنا؟ ما انا طول عمري عايشه هنا. جابر عنده حق يا خاله، شلطه ده غلاني وبيشيل، مش هيعديه على خير. ونروح انا بقى والعيال نشحطط في الشوارع؟ محدش قال كده ياما. بيت ابنك مفتوح، تروحي عليه وتعيشي معززه مكرمه. هو ده الكلام الصح يا حاج. على الاقل تلاقي مكان نظيف ابنك وبنتك يعيشوا فيه، بدل ما انتوا عايشين في وسط العالم اللبش دول. يسلم فمك يا استاذ سعيد. وايه اللي يسلم فمك يا استاذ سعيد؟ نقعد بقى احنا كلنا كده في شقه واحده نتكربس فيها، ويا عالم هتسعنا ولا لا. يما الشقه واسعه وهتشيل. وبعدين الشقه دي ليكي انت وبعكوك واشجع بس. اسم الله. وانتوا هتروحوا فين بقى؟ مش هنغلب يما، هنلاقي مليون مطرح. والله ما انا عارفه اقول ايه. قولي اه. مش عشان دول. هيا ما قلتي ايه؟ الو ايش يا مان؟ حاضر حاضر حاضر. سلام. عايز منك ايه؟ نصر بي عايزني. ويطلع مين نصر ده؟ ده صاحب الشغل بتاعنا، راجل محترم. سعيد انا هسيب لك العربيه تستنى امي واخواتي يخلصوا الحاجات اللي هنا وتاخدهم على الشقه، واحنا بالليل في الحوش. سلام. مع السلامة يا دنال. جابر مع السلامة يا بنت. خلي بالك من نفسك يا دنال. حاضر يا ربنا يحفظك ويركعك ليا. بالسلامة يا رب. بصراحة أنا صار بي أنا مش مستريح لموضوع السفرية دي. إيه يعني عايزين يربطوا السفرية بالتحبير؟ شيء يقلق قوي ولا إيه رأي سيادتك؟ الله أعلم يا شومان. ادي احنا هنسافر ونقابل الراجل هناك ونعرف هو عايز ايه بالظبط. الخوف بقى احسن يفتحوك في الموضوع القديم من تاني. موضوع ايه يا شمال؟ ده موضوع كده كانوا كلموني فيه زمان وانا رفضته. المهم يا شمال، عايزك تسلم حاجه للدكتوره يوم السبت اللي جاي، واعمل حسابك هتسافر معاها على نفس الطياره يوم الاحد. اول ما توصل هناك اتصل بيا، انا هكون مستنيكم. عوني عايزك بقى في الفترة دي تنخرب لنا على مكان جديد. مؤاخذة يا باشا، يعني بتهيألي نهدي اللعب شوية، لأن الوزارة مقلوبة ومشددين الحراسات على كل مخازن آثار. فبعد إذن سعادتك يعني نصبر لغاية ما الدنيا تهدى شوية. تهدى شوية إيه بس يا عم عوني؟ اللعبة حلوة وعجبتني. جدع أنت بس وشوف مكان جديد، وعلى ما نرجع تكون الأمور هديت. جابر استاذ، انت وسعيد هتمسكوا البازار في الفترة اللي جاية فيها شومان، تمشوا الشغل اللي فيه. حاضر. في نفس الوقت تكون على اتصال بعوني عشان تظبطوا للعملية الجديدة. حاضر يا استاذ. فاضل حاجة واحدة بس يا شومان، تبعت بكير يحجز التذاكر. تذكرة ليك يوم الحد وتذكرتين ليا انا وغرام على طيارة يوم السبت. هو غرام هنا مسافر معانا ولا ايه؟ ايه يا شومان؟ عندك مانع؟ ولا عايزنا تصبح وتمسى بطلعتك البهية في المدة اللي أنا قاعدها هناك؟ ارحمني. لا باشا مقلناش كده، غرام هانم تآنس وتشرف.
اتفضلي يا حاج. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا مس اشجان. اتفضلي يا حاج. ها ايه رايك في الشقة؟ حلوة. متشكرين يا أستاذ سعيد، تعبينك معانا. تعبك راح يا مس اشجان. التلاجة عمرانة ومليانة وكله تمام. مس اشجان رقم تليفوني معاكي، لو احتجتي أي حاجة رني لي رنة هتلاقيني عندك في ساعتها. كتر خيرك يا أستاذ سعيد. ما بينا يا سعيد، خلي الناس ترتاح ولا هنتساير كتير. يلا بينا، يلا المفتاح أول حاجة. اتفضلي مفتاح الباب أهو. متشكرين يا أستاذ سعيد. وأنا هعدي عليكم بكرة الصبح إن شاء الله، لو محتاجين أي حاجة تاني عينيا ليكم. إن شاء الله. مع السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ما تخشي ياما، تريحي جوه شويه. بقولك ايه يا اشجان، اوعي تفتكري ان انت واخوكي هتغصبوني ولا هتخلوني اعمل حاجه غصب عني، على اساس بقى ان انا كبرت وتعبت. لا عاش ولا كان اللي يقول عليكي كده ياما. ده جابر بس حب يريحك من الحته وقرفها عشان ترتاحي بقى. راحه ياما. حلوه، ربنا يحللك الدنيا يا. كله عشان خاطر عيونك وعيونك يا أشجان. يا حنف، انت مش جاي معايا ولا ايه؟ انا رايح على الحته. حته ليه؟ ده جابر جاي لنا على الحوش. لما يعوزني خليه يكلمني على المحمول. ماشي براحتك. سعيد. في ايه؟ مالك بتنادي عليا من قلبك قوي كده؟ بطل حركاتك دي. حركات يا عم حنف؟ انت فاهمني كويس. الحركات اللي بتعملها مع اشجان، ما تنساش ان هي اخت جابر. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حنفي؟ انت اتجننت في عقلك يالا ولا ايه؟ اللي قلته وصل لك، مات الكلام. سلام. الواد ده ابتدى ينافسه. ماشي. الله، في ايه؟ لحظه واحده، في ايه؟ الله يا نعم. غرام فين؟ انت رايح فين؟ تعالى هنا. غرام انت رايح فين؟ اسكت. انت جننت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مسافره مع نصار. انت عرفت منين؟ تقولي انت عليا انت مسافره مع نصار؟ ايوه، هو لسه فعلا مكلمني وقال لي الكلام ده، بس من شويه. انت بقى عرفت ازاي؟ مش 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 مش, مش, مش مهم عرفت ازاي. يعني انت مسافره معاه؟ يا ابني انت بتخطرف، بتقولي هو في حد يقدر يقول نصار لا؟ ايوه مسافره معايا. عندك مانع؟ بلاش. هو ايه اللي بلاش؟ بقولك ايه، ما تبعد عني يا جابر وتسيبني في حالي. روح لحالك يا ابن الناس وسيبني في حالي. ما تسافريش معاه. امشي بقى. يلا يا جدع انت، يلا امشي مننا بقى وفارقنا بقى. خلاص مصيبه. خلاص فضلك امشي. مش كل مرة هتسلم الجرح عشان خاطري. لو نصار جه ولقاك هنا هيعمل لك مشكلة. يحصل اللي يحصل. يعني انت ترضاني ان انا اتأذي بسببك عشان خاطري يا جابر؟ عشان خاطري امشي، عشان خاطري. يلا 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 يا خيمة، يلا خلص، يلا بدل ما الفاس تقع في الراس وندم على اللي حصل. من فضلك الله يبارك لك، اتفضل. عشان خاطري ما تسافريش معاه. يلا احنا مش ناقصين. يلا في قلبك. لا يخسى عليك يا صفية، حرام. ايه ده ولا حرام؟ ايه ولا حرام؟ اللي اسمه جابر ده بصراحه زودها قوي، ولو رجله خدت على انه ينط لنا كل شويه هنا من غير علم نصار بيه، مش هيحصل لك طيب ولا هيحصل لي طيب. صدقيني يا ست غرام. الله يخليكي، اوعي تقولي نصار انه جه هنا عشان خاطري. هو انا مجنونه؟ ده انا ستر وغطى عليك يا ست غرام. بس انا خايفه بقى حد يلمحه مره طالع مره من هنا نازل يبلغه نصار بيه، هتبقى مصيبه مش هنخلص. لا يا ستي لا،
لا هي مرة وعدت الحمد لله ومش هيسوق فيها. لو اني جابر ده شكله قلبه ميت جريء كده وهيسوق فيها. شفتي وهو بيقول لي عشان خاطري ما تسافريش؟ شفتي يعني قلبه كان مخطوف كده وهو بيقولها لي زي ما يكون ما كانش عايزني ابعد عنه ابدا. يا ست الكل يا ست الكل، طول ما انت بتجري وبتداري عليه عمره ما هيبعد. جري يا صفية، هو ايه اللي بجري ده؟ على فكره انا باخده على قد عقله بس عشان مش عايزه مشاكل. والنبي ما تزعلي مني، انت عارفه انا خايفه عليكي قد ايه. انت ما تعرفيش نصار بيه قد ما انا عارفاه. عارفه ده لو غضب على حد قولي عليه رحمن رحيم. ما حدش بياخد الروح غير اللي خلقها، وبعدين انا اصلا مش في دماغ نصار. هو بس كل اللي يهمه انه كل ما يجيله مزاج يلاقيني جنبه. ها انا اصلا مش في دماغه. لا بقى ده زودها قوي، انا بقى اللي هتصرف معاه المره دي. ده انت مش عايز تهدى بقى ولا تتهدى بقى؟ في ايه؟ ازيك يا صفيه؟ ايوه يا ست الكل. غرام ازيك يا حبيبتي؟ ماما وحشتيني قوي. عامله ايه؟ نصار بيه فين؟ نصار مش موجود. مش موجود؟ مش موجود ازاي يعني؟ ليه؟ هو كان مديك ميعاد تيجي تقابله هنا ولا ايه؟ لا كان مديني ميعاد ولا حاجه، بس اصل اصلي يا حبيبتي واحنا داخلين لقينا واحد من اللي بيشتغل وعنده خارج من العماره، فقلنا اكيد كان جاي يقابل نصار بيه. لا ما هو نصار كان ناسي حاجه في البيت فبعت الولد علشان ياخد الحاجات. حاجة نسيها؟ ولقاها؟ أصله معذور، اللي يعرف واحدة نجمة وزي القمر زيك يمشي يكلم نفسه. ميرسي عفيفي. خلاص طالما نصار بيه مش موجود البركة فيكي بقى انتي يا حبيبتي. البركة فيها في ايه يا أمي؟ ما انتوا لسه واخدين مبلغ قد كده، في ايه تاني؟ لا يا حبيبتي الموضوع المرة دي مش موضوع فلوس خالص، الموضوع موضوع تاني خالص. موضوع ايه بقى؟ البركة فيكي بقى، انت عارفة ان عفيفي دخل في كذا مشروع وكانوا بيفشلوا، اللي ينصب عليه اللي الحظي عنده معاه، فقلنا بقى نصار بيه كده يشغله معاه في شركة من شركاته. ايه ده؟ عفيفي يشتغل؟ دي احلى نكتة سمعتها في حياتي والله. وضحكتك؟ وما اشتغلش ليه؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا مش شايفين راجل قدامك؟ لا لا سمح الله. ازاي؟ ربنا معاك يا عفيفي. يا ريت بقى تكلميني نصار بيه يشوف لي شغلانه تليق بمقامي ومركزي، واهم حاجه مرتب يبقى كويس، وبعدين في الاول وفي الاخر احنا قرايب، يعني محدش هيخاف على مصلحه نصار بيه. ادي هو في ايه؟ هو انت كل شويه تجيلي بحكايه شكلي ولا ايه؟ وبعدين انت خبرتك اصلا ايه في الشغل عشان تشتغل مع نصار؟ ها؟ اخسى عليك يا غرام، هو انت لو ما وقفتيش جنبنا مين اللي هيقف جنبنا؟ وبعدين عشان يبقى زيتنا في دقيقنا، ده احنا قرايب، على الأقل لما ينسى حاجة يبعت حد مضمون زي يجيبها له. ما تنسيش إن أنت حلوة وقاعدة لوحدك، وما ينفعش حد يفضل داخل خارج عليكي كده ولا إيه؟ ماشي ماشي أنا ونصار مسافرين كام يوم هفتحوا في الموضوع وربنا يجيب فيه الخير. مش قلت لك يا فوفو إحنا لا يمكن نهون على غرام بنتي أبدا. بالظبط، وهي كمان ما تهونش علينا ابدا. ما تهونش علينا ابدا. تسلم الايادي يا بنت نعمة، جيتي في وقتك. ده انت ندل ندالة يا جدع، رحت كده قلت عدولي. وحشتيني يا بت، وحشتني طولة لسانك. كنت وحشتك بصحيح، كنت سألت غصب عني شوية مشاغل، بس برضه ما نستغناش. اتكلم جد يا سعيد. ايه يا بت بجد؟ ده حتى بيقولوا في المثل القديمة تحلى ولو كانت واحلى. كانت واحلى ما توحلى. انا برضه سعيد تقولي كده. خدي. ايه دول؟ عايزك تعملي لي غدا معتبر. اخص عليك، قله الاصل دي يا جدع. تاني هتطول لي لسانك؟ وانا من امتى مستنيه فلوسك يا سعيد يا سواح عشان ااكلك؟
ما طول عمري يا اخويا بطفحك، كان ايه اللي جاب يا بت؟ مش انا جاي لي جابر وحنف يقعدوا معايا كام يوم، عايزك بقى تظبطي لنا كام غدوه حلوه كده وتدوقينا اكل ايديك الحلوين، فهمتي؟ وانا من امتى كنت بتاخر عليك يا جدع؟ انا عمري ما استنيت من وراك حاجه يا سعيد، وان كان على اللقمه فدي واجب مني محبه يعني، بس ان شاء الله انت يطمر فيك بالاذن. جدعة يا بنت يا نعمة، جدعة وأصيلة. لا يا فوفا، غرام بنتي أنا عارفها كويس، مالهاش في كده خالص. لا يا أختي، الظهر بقى ليها. تعميتي بعينيكي فوق ولا إيه؟ ما شفتيش المحروسة بنتك وشها راح وجيمت لون لما عرفت إن إحنا عرفنا إن شفنا المحروس وهو نازل من عندها؟ الصراحة بقى أنا ما خدتش بالي خالص من اللي أنت بتقوله ده. الصراحة أنا واخد بالي من زمان قوي، من أيام حفلة عيد الميلاد، وانا ملاحظ ان الواد جابر ده عمال يتنطط لها. وبعدين عيب عليكي، ده الحاجات دي ما تفوتش على فوف. بقولك ايه، احنا لينا مصلحتنا بس، احنا لما بنطلب منها فلوس مش بتدينا، ولما طلبنا منها تشغلك عند نصار بيه مش قالت هتتصرف بالظبط؟ طيب بس هو يتحقق اللي في بالي، وساعتها مش هيبقى طلب، ده هيبقى امر، والنجمة المصونة بنتك هتحقق لي وتنفذ لي كل اللي أنا عايزه من غير ما تفتح بقها، ولا هتقدر تجيب عينها في عيني أبدا. يلا يا أختي، يلا يلا, يلا يا حبيبي، يلا يا رب توعي. ودي حنفي انت يا ولا، عايزه ايه يا بت؟ استنى بس، عاوزه في كلمتين كده على الصبح. لوك يا اختي، خلصي. هلوك هنا على الباب، خش بس، عاوزاك خش. ايه اللي بتعمليه ده يا بت؟ يا بنت المجنونه، انت مش عارفه ان انا عايش لوحدي؟ عايزه تفضحيني يا بت في الحته؟ ليه يا اخويا وانا داخله احب فيك؟ انا عايزه اتكلم معاك كده يا اخويا كلمتين. مش كفاني اتطلقت وكان حظي منيل ده؟ يا اختي مش منيل، ما هو كل شله وشبه له. يخص عليك يا حنفي، انت يا اخويا برضو تشوفني كده؟ اللي يا اخويا كده عايز اسالك على حاجه، الهلمه اللي هبت على جابر مره واحده دي جات له منين؟ ها وانت مال امك؟ الله يا اخويا، عايز اطمن عليك وعليه، انت برضو يا اخويا مش شغال معاه واحنا ولاد حته واحده ولا ايه؟ ما تبطلي نقع يا بت، وما تبقيش حشريه كده. خالته ام جابر واشجان وبعكوك، جابر خدهم وداهم على فين؟ خدهم وداهم على شقته. يا اختي اسم الله عليك، ايه الزكاوه دي يا اخوي؟ ايه خفه الدم دي؟ ما انا عارفه يا اخويا ان الشقه دي بقى مكانها فين يا بنت. انت مالك يا اخويا؟ انت مالك واخدني على الحامي كده ليه يا سحر؟ في الله يا اخويا، انا عايز اخد العنوان علشان اطمن على خالته ام جابر. ايوه الست برضو يعني في مقام امي وليها مواقف معايا كتير كويسه، اخرها موقف الواد شلاطه الله يخرب بيته. لو كنت فاكره بقى ان طلاقك من شلاطه هيرجع جابر ليكي تبقي بتحلامي. ليه يا اخويا؟ ما بقيناش قد المقام ولا ايه؟ يا اختي مش قد المقام، ولا جابر هيبصلك اصلا. ماشي يا حنفي، اذا كان جابر مش هيبصلي بعد اللي وصل له، اشجان كمان مش هتبصلك بعد اللي هي وصلت له، يعني انا وانت يا حبيبي في الهوا سوا. انت يا بت اوعى تجيبي سيره اشجان على لسانك الوسخ ده. لا انت زي اشجان ولا انا زي جابر، وعمر اللي كان ما بيني وما بين اشجان زي اللي ما بينك وما بين جابر، فاهمه؟ يا اخويا روق كده بس، استهدى بالله وسيب دراعي. بطل الطيبه اللي انت فيها دي، انت كده على طول على نيتك ولا ايه يا سي حنفي؟ يا اخويا انا عايزه العنوان بس علشان اطمن على خالته ام جابر مش اكتر، وليك عليا اخدمك خدمه العمر مع اشجان، ايه رايك؟ يفتح الله، واي حاجه تيجي من وشك تغور يا بنت عطوه. يا واد انا عايزه مصلحتك، انا واشجان بنات زي بعض، نعرف ناخد وندي مع بعض في الكلام، اقدر اعرف مشاعرها من ناحيتك بدل ما انت يا كبدي متنايل على عينك، ولا انت عارف اول من اخر. اقفلي الموضوع ده خالص وما تفتحهوش تاني، انت فاهمه؟ طب يا اخويا هدي خلقك بشوقك. عموما يا حنفنف انت اللي خسران يا اخويا مش انا، دور كلامي في نفوخك وبعدين ابقى رد عليا. وزي ما قلت لك انا عايزه العنوان علشان اطمن على خالته ام جابر بس، بيك من غيرك هجيب العنوان ده. انا صباح بالاذن.
هو مسافر امتى؟ هو طالع السبت وانا وراه على طول يوم الحد. مسافر ليه؟ الناس اللي بره طالبينه. اشمعنى يعني المره دي؟ ده بقاله كتير قوي ما سافرش. اصله واضح رياض بيه ان المره دي الكميه كبيره قوي، وتقريبا عاوزينه علشان يتفقوا معاه على السعر وطريقه السداد. ولا يكونش هيتجنن في نافوخ ويحاول يعمل زي زمان ينط على شغل يعني. ما تخافش يا باشا، ما تقولش الكلام ده عيب. انا هكون معاه ومش هسمح له ابدا ان يتكلم في موضوع زي ده. انا بعتمد عليك يا شومان. ها يا باشا عيب، انت ناسي ان انا الراجل بتاعك ولا ايه؟ عايزك ان شاء الله اول ما ترجع تتصل بيا وتبلغني بكل اللي حصل. تقلقش يا باشا، طول ما شومان معايا ما تقلقش من اي حاجه. انا الراجل بتاعك قلت لك. بعدين كنت انا بقى علشان اوضب لزوم السفر. بعد اذنك باش تمرني بحاجه. مع السلامه. السلام عليكم. ما تتصل فيه؟ ايه؟ هاي ماجيكو، ايه الاخبار؟ تمام، يبقى كده وصلنا للي احنا عايزينه. ايه اللي حصل؟ مفيش يا باشا، عربية خبطته وهو بيركب عربيته. عربية مين اللي خبطتك؟ مش عارف، بس هجمت عليا، حسيت انها قصدان انا. ما شفتش مين اللي كان سايقها؟ باشا النور كان عالي، معرفتش اشوف حد. فكرة ساعتك يعني انها ما كانتش حادثة عادية وكانت مقصودة؟ اكيد يا عامل مقصودة، والا كان وقف بعد الحادثة. انما يهجم على شومان يخبطه بالعربيه ويهرب، اكيد مش صدفه، ده لازم الواحد يشك. يا باشا بس مين له مصلحه يعمل كده؟ شومان تفتكر مين اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ مش عارف يا باشا، مش عارف. وساعتك بتشك في حد معين نصر باشا؟ لانهم علينا كتير يعني، مش بعيد رياض الزيات يكون رجع يشتغل لنا في الازرق تاني. لا لا، رياض الزيات ايه دخله في موضوع زي ده؟ هو بيشتغل في حال واحنا بنشتغل في حالنا، ايه مصلحته في الاذيه دي؟ هو انا باشا بعد اذن ساعتك يعني سيبنا شمشم والطقس وانا هجيب لك قرار الحكايه دي. شو مهم؟ هي البضاعه فين؟ ما تمد ايدك يا عم وتقول بسم الله وتكبر الزاد، انت هتقعد مساهم كده وتحرق في السجاير؟ ماليش نفس. يا سلام، هي عشان بقى غرام مسافره هتسد نفسك وتنفسنا؟ سعيد، هو ايه اللي سعيد؟ هي دي تتساب ولا انت يعني مكسوف منها انها نايمه عريانه في الطابق؟ غطي نفسك يا بيت. سعيد ما تهزرش. طب عليا النعمه، لو ما اكلت معايا ما انا واكل. ها الو نصار بيه؟ حاضر يا نصار بيه، حاضر ولا يهمك، حاضر. عايز منك ايه؟ عايز يشوفني الصبح. جابر. يا استاذ عوني مستنيك بره، هياخدك ويطلعوا لإدارة الجوازات يطلع لك باسبور فوري. باسبور؟ ايوه باسبور. انت هتسافر معايا؟
هسافر معاكم. وطيب وشومان؟ شومان الله يشفيه حصلت له حادثه امبارح مش هيقدر يسافر. خد ده مفتاح الخزنه بتاع البازار، البضاعه هناك في الخزنه. لما تخلص مشوارك مع عوني تطلع على البازار تجيب البضاعه وتسلمها للدكتوره. ده رقم تليفونها وعنوانها، اتصل بيها اتفق معاها تتقابلوا ازاي وامتى وفين. الكلام ده كله لازم يحصل النهارده ويخلص، لانك يوم الحد هتسافر على نفس الطياره اللي مسافر عليها الدكتوره. وحضرتك؟ لا انا هسافر قبلكم بيوم، هكون مستنيكم هناك. طب والبازار هنسيبه لمين؟ سعيد والجدع اللي معايا مشوا الشغل لغايه ما نرجع. احنا مش هنتاخر، 3 4 ايام اسبوع بالكتير. حاضر. قول يا جابر، انت بتعرف تكلم لغات؟ انت ناسي ان اشتغلت عند اخرتي؟ هلو ويلكم، ذيس از اهرام، ذيس از جيزه، ذيس از خلاص 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 نيل. فله. عموما الدكتوره مسافره معاك، مش هيبقى في مشكله ان شاء الله. ان شاء الله هتكون السفريه دي 100 100.